الله صباحكم بكل خير حبايبي طلاب علم النحل، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الاربعاء التاريخ 11 من شهر 11 2020، نحن في شهر تشرين الثاني التمهيدي. اليوم التمهيدي عندنا درس في ماده التدريبات. تتذكروا اخر درس اخذنا درس الكائنات الحيه. ما هي الكائنات الحيه التمهيدي؟ الكائنات الحيه هي الانسان، الحيوان، النبات. وحكينا الكائنات الحيه التمهيدي هي اللي بتتغذى وبتنمو وبتتنفس وبتتكاثر. الكائنات الحيه مثل الانسان والحيوان والنبات. الكائنات الغير حيه مثل الجماد، الكرسي اللي ما بتتنفس او بتتغذى او بتتكاثر، والطاوله واللوح، الاقلام، السياره مثلا، هذول الاشياء ما بتتكاثر وما بتتغذى وما بتتنفس وما بتنمو، هاي اسمها كائنات غير حيه. اليوم التمهيدي عندنا درس كثير حلو، درس فصل الخريف. درس فصل الخريف. خلينا نتعرف بدايه على الفصول الاربعه. الفصول الاربعه التمهيدي هي فصل الشتاء، فصل الربيع، وفصل الخريف، الصيف، وفصل الخريف. هون التمهيدي عندنا، خليني اشرح لكم عن فصل الشتاء. فصل الشتاء زي ما كلياتنا بنعرف تتساقط فيه الامطار، تتساقط فيه ثلوج، وبكون الجو كثير بارد، وبكون الهواء كثير بارد. وكمان التمهيدي شو بنلبس فصل الشتاء؟ بنلبس الملابس الشتويه الصوفيه والدافيه، وبنولع الصبات، وبنضلنا ملتزمين بالبيوت في حال الضروره القصوى. طبعا بنطلع بالشتاء، ما بنطلع لا بنروح رحلات ولا بنروح نطش كثير زي الفصول الثانيه. هذا فصل الشتاء التمهيدي. فصل الربيع هي فصل الشتاء، شايفين هون في مجموعه من الثلوج بتتساقط. لما يخلص فصل الشتاء التمهيدي بيجي فصل الربيع. فصل الربيع شو بصير فيه؟ بصير فيه بتطلع الزهور، بتخضر اوراق الاشجار، بتطلع الحيوانات من بيتها، احنا بنصير نلبس اخف ملابس من فصل الشتاء، واحتمال ما نولع الصبار طبعا، وبنصير نروح مشاوير بزياده احسن من فصل الشتاء. هذا فصل الربيع. بعد ما يخلص فصل الربيع التمهيدي بيجي فصل الصيف. فصل الصيف التمهيدي اللي كنا الفصل الماضي احنا فيه، كنا لابسين الملابس الصيفية، النسكوم، وكنا بنروح رحلات، وكانت الشمس حارة وساطعة، وكنا كثير مبسوطين، صح؟ هي كل الفصول لازم نكون مبسوطين، بس الصيف، الصيف احنا بننبسط أكثر، لأنه بنروح مشاوير أكثر، صح؟ بنلبس الملابس الصيفية. بعد ما يخلص فصل الصيف، بيجي التمهيدي فصل الخريف. بيجي التمهيدي فصل الخريف. فصل الخريف اللي هو احنا حاليا بالفصل الخريف. شو هسه بتلاحظوا يا تلميذة على اوراق الشجر؟ بنلاحظ انه اوراق الشجر تتساقط من الشجرة، ليش؟ عشان تتجدد اوراق جديدة وحلوة في فصل الربيع. كمان شو بنصير؟ تعالوا اقابلكم على فصل الخريف عن طريق فصل الخريف التمهيدي هو احد فصول السنة الاربعة، يأتي بعد فصل الصيف وقبل فصل الشتاء. يعني بيكون بين فصل الصيف وفصل الشتاء، بيكون قبل فصل الصيف زي ما احنا كنا بس احنا فصل الخريف، وبس يخلص فصل الخريف بيجي فصل الشتاء، وتتساقط فيه اوراق بعض الاشجار. هسه التمهيدي ممكن حدا يحكي لي بس هي في شجره الزيتون مثلا او شجره ما بتتساقط اوراقها؟ طبعا في بعض الاشجار تتساقط اوراقها، في بعض الاشجار ما بتتساقط اوراقها، بتكون اوراقها دائمه. وفي هذا الفصل يتم قطف ثمار اشجار الزيتون. هسه بنسمع التمهيدي انه في كثير ناس بقطفوا ازهار الزيت او ثمار الزيتون وبيعملوا زيتون وبيعملوا زيت، صح؟ ويتعاون الناس في قطفه. حلو يا تمهيدي انه الواحد لما بده يقطف مثلا شجرات بيته يتعاون مع افراد اسرته وعائلته. خليني احكي لكم مظاهر فصل الخريف. فصل الخريف تشتد الرياح في فصل الخريف، يعني تكون في رياح قوية ولازم نكون مدفين حالنا كويس. تهاجر بعض الطيور والحيوانات. شو يعني تهاجر يا تمهيدي؟ يعني تهاجر يعني ترحل، تسافر. تهاجر يعني تروح تدورها على مكان أدفى. بعض الحيوانات والطيور، بعض طبعا مش كلهم.
يبدا تساقط اوراق الاشجار. هسه بنلاحظ التمييز انه اوراق الاشجار تساقطت وسقطت على الارض عشان تجدد، بتصير الشجره تجدد اوراق وتصير عندها اوراق جديده. هون تمييزي في عندي صوره ولد قاعد عند اشجار المتساقطه من الاشجار وشايفين كثير مبسوط فصل الخريف، بس لازم نكون مدفين حالنا يا تلميذي. ولاحظوا هون اوراق فصل الخريف، اوراق الاشجار تتساقط، مش بتكون خضراء، بتكون صفراء، برتقاليه، بنيه، وفي عندنا مطلوب نلون اوراق الاشجار والرسمه اللي موجوده بدفتر التدريبات، وزي ما حكينا الوان برتقالي، اصفر، او بني، لان هاي الاوراق لما تكون تبكتي بس وبتنزل على الارض بتكون مش خضراء لونها. ويعطيكم الف عافيه شبابي.